السلام عليكم. اليوم نروحوا الولاية تاع الأغواط لنقف على الأشغال تاع الجامع القطب بمدينة الأغواط، إذن واللي الأشغال طولت به، لكن الجامع في حد ذاته يعتبر تحفة معمارية فريدة، يعني بعدة مواصفات يعني عالمية وطراز جزائري محض، يستمد المقومات نتاعو من التراث تاع المنطقة تاع الأغواط ومسيلة وبوسعادة، ويعني الجنوب يعني أو الشمال الجنوب يعني في وسط البلاد، وكذلك يستمد المقومات نتاعو من التراث العربي الإسلامي الأمازيغي المعروف في مدن مثل تلمسان وبجاية وبعض المدن يعني الشمالية. إذن شيء جميل وشيء يعني مزج كل هذه الطبوع يعطينا هذا النمط الرائع. وكذلك العمل الثاني هو الحجم الكبير جدا لهذا الجامع الذي يحتوي على عدة فروع، منها مدرسة وكذلك مكتبة وعدة ملحقات اللي يحتاجها الطالب، ويحتاجها الطالب العلم وكذلك طالب العلم الديني الشرعي، وفيه يعني شيء أمور كثيرة تتعلق بالتربية الدينية والتربية الإسلامية التي نحن بأمس الحاجة إليها لمواجهة التغريب، يعني مواجهة التغريب ومواجهة الهجمات الثقافية التي تأتي من وراء البحار. إذن نترككم تتابعون هذا الفيديو الرائع عن يعني ماهية الأشغال وعلى مستوى الأشغال ومستوى تقدم الأشغال بهذا المعلم الحضاري في مدينة الأغواط، والسلام عليكم. نفس المواد هذه جيد طول بزاف، والساكنة تاع الأغواط نتمناو يفتح يفتح لنا فعلا من حيث التصميم، من حيث الإنجاز، يعني هو فعلا مسجد تحفة في المستوى، راح يكون معلم من معالم إضافة إلى أشغال، لأنه ممكن تبرمج زيارة ما راحش يكون في الموعد، وإحنا لازم المسجد يتم الانتهاء من الأشغال به باش يكون ضمن المنجزات الأخرى، على غرار مستشفى 240 سرير، المستشفى أمراض السرطان، المستشفى الأمراض العقلية، محطة القطار، دونك السكه الحديديه، هذه كلها مشاريع كبرى استثمرها ولايه الاغواط، هي في مستوى زياره عليا، لازم المسجد نكملوا في اسرع وقت بافيك ان بلانينغ يكون بيان ايتيدي مع المقاولين، اون اورغانيزاسيون اون كورديناسيون اونتر ليزونتربريز هادو باش نكملوا هذا الشهر. هذا الشيء اللي ناكدوا عليه، لان المسجد طول بزاف، والساكنه تاع الاغواط نتمناو يفتح المسجد يفتح، لانه فعلا من حيث التصميم، من حيث الانجاز، يعني هو فعلا مسجد تحفه في المستوى، راح يكون معلم من معالم مدينه الاغواط. من الحصص الهامه اللي هي الصومعه والقبه والاضافين هي الجامعيه، تكون فيه جلسه عمل، يكون فيه كل اسبوع جلسه عمل لتقييم تقدم الأشغال. الأسبوع تحدد التواريخ كل حصة بتاريخ نتاعها باش ننتهي منها. بالوتيرة هذه وبالأشغال هذه أنا غير راضيين على سير الأشغال هذه. نفس الشيء بالنسبة للمساحة الخضراء، الآن تحت إشراف محافظة الغابات والمختصين في هذا المجال، باش نبدأ عملية التسجير والتزيين المحيط.